طب احنا عندنا منطقة كده في زواجات او في زيجات فنانتنا الكبيرة صباح ما اتكلمناش عنها. زي ايه؟ انتي عارفة بقى مين اللي ما جبناش سيرتهم؟ في حد ما جبناش سيرته؟ في بليغ، في بليغ. بليغ كنا انا استاذ بليغ سرباي وعائلته عند مدام سميره سعيد، اي فقاعدين هناك وكان بليغ، قام استاذ بليغ قال ايه رايكم نجوز صباح على استاذ بليغ؟ وانا على فكره هقول لك حاجه، بليغ كان عايز يتجوزني في الاول قبل مدام ورده، كمان وطبعا قبل ما كملوا ينتقدوني طبعا ورده احسن مني واخد ست احسن مني. لا لا صحيح. طبعا كل بعدين حاجه. عيننا اليوم الجواز، بعدين ما جاش، هو خطب كتير ناس قبل كمان ايوه الحركه يستنوه. بعدين بيكلمني قلت له ايه الحاجه ما جتش ليه؟ قال لي اصلي انا في الحبشه. قلت له الحبشه؟ من خدك الحبشه؟ الله ايوه. في الحبشه. قال لي مش عارف، ركبت الطياره، رحت مطار، ركبت طياره ولقيت نفسي في الحبشه. في الحبشه. ايوه هو كان كده بوهيمي قوي. فقلت له طيب خليك بقى في في الحبشه. الحبشه. طبعا وكانت كده الحكايه. وما زعلتيش ما مني؟ زعلتش، لا خلاص هعمل له ايه. طب فرستي بمين بقى وانتي معروفه ان انتي ما لا بتفرستيش؟ جيت في السهره دي، لا هو مش من نوع يتفرس، هو يعني كده زي ما تيجي في حياته، والله ما يتفرسش، هو ما يعني يعني برضه في هو عالم التاني. يعني لذيذ هو كده، له شخصيه كده، هو في غير كوكب، في كوكب تاني، ما يتفرسش وما لا لا ما يفكرش، يهموش حاجه، ينسى المواضيع كلها كلها قدام الموسيقى. برافو مظبوط. قدام الموسيقى وياه. لما جه استاذ بديع يجوزنا، فطبعا احنا كنا بنهزر وبنضحك، ومسكنا ورقه كده اي حاجه، على علبه سجاير يمكن، على ورقه كده قال جوزناكم خلاص. واستاذ بديع جه نشرها والناس صدقت. احنا نفس الليله كل واحد راح مطرح، يعني ما دخلش في مخي ان انا هتجوزه، وافتكرنا قد ايه هزار وكده، وهي كانت هزار. فطبعا الهجوم اللي كان عليا بقى، ما اعرفش كانوا بيقولوا عليا ايه، حاقر وباكر وناكر، وانا اقول لهم انا حاقر؟ انا حاقر؟ انا باكر يا دهوتي. يعني حاجات كده. زعلتي طبعا علشان كتبوا كده. طب ليه؟ هل ده يعني الزعل كان علشان انه خبر كاذب، ولا انك ما كنتيش تحبي بقى ترتبطي ببليغ حمدي؟ لا هو عشان خبر كاذب، وكمان انه قصه الجواز دي مش لعبه، تتجوزي ليله وتاني يوم انت وهو تقولوا لا. هي كده. طب ما في فنانات كتير اتجوزوا يوم وحصل طلاق والله؟ بعدها. في يعني نجمات يعني، هنبقى نقولهم في ساعه سفا برضو متابعينا. ايوه. طب معانا يشاهد على الشاشه نشوف هيقول لنا ايه. اتفضل مخرجنا. انا كنت عامله عزومه عشاء في بيتي. ايوه. كنت عازمه صباح، بليغ حمدي، بديع سرباي الله يرحمه. ايوه. المهم بقى بديع سرباي حب يعمل فصل في بليغ وصباح. مش عارفه، انا كنت ساعتها قاعده مهتمه بالضيوف والكلام ده، وبص الاقي مش عارف ايه، بيدوروا على الباسبورات، فين الباسبور، فين مش عارف ايه. طب لقيت في حاجه بتحصل كده في ركن من الاركان يعني. اتاري مش عارفه، كان كل واحد بيطلع باسبوره وبيكتبوا الورقه، وكل ده كلام كده يعني، اللي هو ناس بتتهرج مع بعضيها طبعا يعني. طب وبيهرجوا بالباسبور؟ مش عارفه ازاي جابوا الباسبور، او ازاي مش عارفه ايه، مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط. انا قاعده كده، انا عماله مع ماما كده بنوضب العشاء وكده، وبص والورقه مكتوبه، مش الباسبور يعني، اللي هو مش عارفه الظاهر جابوا رقم الباسبور او حاجه كده يعني، اللي قاعدين بيكتبوا مش عارف ايه، وتزوجت. طب ما هو ايه بقى اذا ده زواج؟ حتى بعد ما سالت قالوا لي ده بجد يعني. ساعه صفا. لا ما كانش فيه لا باسبور ولا حاجه، هو استاذ بديع كتب كده وما اعرفش ايه، ولا كان في شهود يعني ولا اي حاجه. هي بتقول في الاخر اكتشفت انه بجد، هي قالت انه كانت كمان جوه. لا ما كانتش، كانت قاعده معانا وشافت انه دي ورقه ولا جد ولا حاجه. ده هي، لا هي في الاخر قالت وبعدين اكتشفت انه جد بتقول. يعني هي كانت كده هزار، هي اكتشفتها جد ما اعرفش. بقول لها يا سميره انا بحبك جدا، ويعني بس انت عارفه انه ده كان هزار وما كانش جد، بس انت يمكن حبيتي تصلحي الموضوع قلت جد، وانا بشكرك. تصلحه وتقول جد.
طب ده كويس. ساعة صفا. الأرشيف بعد كده بيقول بتاع حضرتك، يعني بيقول إن النقابة صارت ثورة عارمة، وهناك رد من السبوحة على أحمد فؤاد حسن نقيب الموسيقيين. آه مظبوط. بتقول له في إيه؟ ما دخل النقابة في زواجنا؟ صحيح. أو صحيح. في زواج تم أو لم يتم؟ آه لا، أقول لك ليه. عشان أنا كنت سبت الفرقة المسيحية واشتغلت مع هاني مهنا. آه. فهو كان يعني الحكاية دي عاملة له شوية زعل. مضايقاه. قال لك بقى أشوف أعمل لها مشكلة؟ دي. بس طبعاً دي كلام في الهوى. طب إيه شكل اعتراض النقابة يعني؟ يعني إنه دي مش مسموح لظهر في الجواز، وإنه عايزين ياخدوه للمجلس التأديبي ولا إيه ولا حاجات كده. آه. فأنا عملت جريمة يعني عشان تاخدني، وأنت مالك؟ يعني دي نقابة الله يرحمه، كنت أحبه جداً يعني، بس يعني ليه ما فهمتش ليه؟ بس أنا بعدين فسرتها إنه عشان كنت مع هاني وهاني. أيوة، بس هاني ساعتها كان وكيل النقابة وشاهد في النقابة ساعتها. أنا ولا رحت ولا جيت ولا عبرتهم. ما سألتيش فيهم؟ لا ما سألش، مع احترامي ليهم. طب وليه هاني شاهد إن الزواج تم فعلا؟ هاني مهنا؟ مش عارفة ليه. مع إن حضرتك بتشتغلي معاه. ليه ساعتها هو شاهد بكده؟ مع يعني ليه غيرت أحمد ليه هو فؤاد؟ قال كده هاني مهنا، مع ان المفروض حضرتك بتشتغلي معايا، مش المفروض هو يقول كده. هو قال الجواز صحيح؟ قال كده في النقابه، لان هو كان بيشتغل في النقابه. غريب، مش عارفه ليه. والدليل على كده ان حضرتك طلبتي بعد كده من النقيب، قلت له ليه ما حققتش مع هاني؟ اذا كان هاني بيقول ده حصل، المفروض تعاقبه هو كمان. ما اعرفش، ما يعني ناسي التفاصيل الدقيقه دي. بس حصل يعني همبكه. همبكه دي بتاعت رشدي اباظه. ايوه. طب بعدها قابلتي بليغ حمدي؟ قابلته كتير. طبعا. واشتغلتوا سوا؟ واشتغلنا سوا وكل حاجه. بعدها؟ بعدها بقينا اصدقاء. طب كان رد الفعل بتاعكوا ايه؟ يعني رد فعلكوا ولا حاجه، ما قلت لك هو في غير كوكب. انا عجباني قوي هو في غير كوكب، في كوكب تاني. بتعرفي ايه؟ انا ما بنزلش الحاجات دي، اهم حاجه انه يديني لحن ناجح، ماليش دعوه. لحن ناجح وماليش دعوه؟ ماليش دعوه بحاجه. بس يعني انت بتديري ظهرك للمشاكل. برافو. دايما الحقيقه ما فيهاش وقت، وشايفه ان ده اسلوب صح طبعا. صحيح. ما فيهاش وقت، الواحد يقعد يعاتب ويقول على ايه؟ عندك كل الحق. امشي وخلاص.